بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا جهاد وجعله مناط عزنا ورفعنا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق وحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أحييكم معاشر الإخوان والأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدرون أيها الإخوان والأخوات ما الذي يحملني إليكم في هذه المناسبة؟ ما الذي يجعلني أقف أمامكم في هذه الفرصة الطيبة؟ إنه الحب، حب الإسلام والإيمان، وحب بيت المقدس، وحب مسجد الأقصى المبارك، وحب الشعب الفلسطيني. أتدرون أيها الإخوة والأخوات ما الذي يجمع بين الشعب الأندونيسي والشعب الفلسطيني؟ ما الذي يجمعهما؟ إنه مرارة الاحتلال. نعم، إنه مرارة الاحتلال. مئات السنين ذاق الشعب الأندونيسي الاحتلال الهولندي الذي يعصب ويحتل جميع أراضيها، ولا يزال الآن إخواننا الفلسطينيون يذوقون احتلال الإسرائيلي الغاصب القمع على أراضيهم وعلى حقوقهم وعلى مقدساتهم. يعلموا أيها الإخوان والأخوات أن الشعب الأندونيسي يرى في الشعب الفلسطيني، ويرى في كل شاب فلسطيني يجري في دمائه عروق الثورة، يجري في دمائه عروق المقاومة، ويجري في دمائه عروق النهضة ولتحرير المسجد الأقصى. أيها الإخوان والأخوات، إن العالم منشغل بوباء كوفيد-19 الذي نعاني بها الآن، لكن أتدرون أن حكومة الغاصبة الإسرائيلية تستغل هذه الفرصة لتوسيع احتلالهم في أراضي فلسطينية وخاصة في الضفة الغربية؟ أتعلمون أيها السادة الكرام أن الضفة الغربية حاليا يواجه الضم الذي أسسها وشرعها حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو وحليفه جنت؟ وأين العالم؟ أين قادة المسلمين؟ أين الوعي الأمة الإسلامية من هذه القضية؟ لم نرى ضجا ولم نرى تحركا ملموسا تجاه هذه الكارثة. أيها إخوان والأخوات، إن التوسيع الاحتلال لأراضي الفلسطينية من قبل حكومة إسرائيلية لم تتوقف إلى الآن، بل يزيد ويزداد منذ شهر رمضان الكريم إلى يومنا هذا. لم يتوقف هدم البيوت، لم يتوقف مظاهرات، لم يتوقف انتزاجات بين فلسطين وإسرائيل بسبب قضية مشروع الضم الضفة الغربية. أيها الإخوان والأخوات، فإن الضم للضفة الغربية هو مبدأ مشروع لصفقة القرن الذي تقدم بها الرئيس العنصري دونالد ترامب. هو الذي يتقدم بهذا المشروع من أجل سيادة دولة إسرائيل بالكامل. فأين نحن من هذه القضية؟ أيها الإخوان والأخوات، لذلك نحن شباب أندونيسي، شباب من جماعة المسلمين حزب الله، ندعوكم لنكون في صف واحد، لنجاهد معا ولنواصل معا رسالة الوعي، رسالة تحرير المسجد الأقصى،
ورسالة الوقوف مع قضية فلسطينية. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.